مع الزميل أحمد بوطاف من مسجد مالك بن نبي بحدرة بالجزائر العاصمة. صباح الخير أحمد. صباح الخير زهور. عيدك مبارك صباح الخير أحمد. زهور. صباح الخير أحمد، عيدك عيدك مبارك مبارك. يا زميلتي زهور، كل عام وأنت. نعم نعم زهور، صباح الخير، عيدك مبارك، كل عام وأنت متألقة. صباح الخير لكل متتبعي ومشاهدي تلفزيون نهار، صباح الخير وعيد مبارك لكل الجزائريين، دامت أفراح وأعياد الجزائريين إن شاء الله. اليوم وهنا بعد أدائنا لصلاة العيد الأضحى المبارك بمسجد ملك بن نبي هنا ببن عكنون، يعني أجواء روحانية وتآخي وتآزر بين الجزائريين هنا بعد خطبة من التي قدمها الإمام الخطيب معنا. أجواء يعني كانت فرحة ويعني وأجواء روحانية جدا. ويلتحق معي مباشرة الإمام الخطيب سيد قدي. صباح الخير سيدي وصحة عيدك. السلام عليكم وتقبل الله منا ومنكم وصحة عيدكم، كل عام أنتم بخير إن شاء الله. أمين. إذا سيدي للعيد للأضحى رسالة سماوية روحانية، يعني كيف تتجلى، يجب أن تتجلى في مجتمعنا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رسالة عيد الأضحى، أولا نهنئ أمتنا الإسلامية وكذلك أمتنا الجزائرية بعيد الأضحى المبارك، ونقول لهم تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله وصحة عيدكم، ونهنئ كذلك سائر كافة الإعلاميين وأنتم كذلك قناة النهار، نهنئكم بهذا العيد المبارك. في رسالة العيد ينبغي أن تظهر في التآخي، في التآلف، في التسامح، في التصافح، في صفاء القلوب، كذلك في التضامن الذي ينبغي أن يبذله المسلمون فيما بينهم، يعني خاصة لما قدروش يضحوا أو غير ذلك، فينبغي أن يكون هناك تضامن مادي وكذلك تآخي معنوي. ينبغي أن تكون القلوب متصافحة وأن يكون أن هناك الابتسامة والبشاشة وإظهار الفرح في هذا اليوم، لأنه من شعائر الإسلام. كذلك ينبغي أن نظهر كافة المعاني السامية للعيد، من التسامح، من صلة الأرحام، من كذلك نسيان الخلافات وغير ذلك، وكل الأمور الحزازات التي بين النفوس ينبغي أن تختفي في هذا اليوم، وأن يكون المسلمون كلهم كالجسد الواحد، يعني كلهم من كالجسد الواحد في مادي، من ناحية التآخي، من ناحية التسامح والتعاون كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهي فرصة أيضا ربما للجزائريين لأجل الاتحاد أكثر في ظل يعني التوترات الأمنية التي تشهدها دول الجوار، يعني طبعا من اجل تعزيز فكره الامن والاستقرار، من اجل تطور يعني اكثر للجزائر. طبعا كما اشرنا في الخطبه يعني انه لن يكون هناك يعني تنميه، نحن نريد تنميه في بلادنا، نحن نريد استثمار في بلادنا، نريد تعليما مزدهرا، نريد يعني ازدهار لكافه قطاعاتنا وغير ذلك، وتقدما حضاريا متميزا. هذا لن يكون في ظل غياب الامن، لهذا الله عز وجل امتن على قريش، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. والامنان ينبغي ان يكون متلازمان، يعني الأمن القومي وكذلك الأمن الاقتصادي. فيعني ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نسبية الأمن الموجود في بلادنا، ونحن الحمد لله بخير وبكثير من البلدان، لكن ينبغي أن ندعم وأن نكرس هذا الأمن، وأن كذلك بتدعيمنا للعدل ولتكريس كذلك يعني العدل، الاستثمار الاقتصادي، لا تكون هناك بطالة، لا يكون هناك يعني حتى لا تجد هذه لا تكون بطالة، لا تكون يعني نقضي على البطالة وأن نحد منها وغير ذلك من الأشياء التي تسبب الانحراف والإخلال بالأمن. كافة الأشياء التي تكون أسباب في الأمن بجملة التي هي ينبغي أن على الدولة وعلى المجتمعات، على المجتمع الجزائري أن يساهم في الحد منها والقضاء عليها، وفي هذا تكريس للأمن القومي وتكريس للأمن الاجتماعي. شكرا جزيلا، صح عيدكم، تقبل الله منكم، وهنيئا للمسلمين جميعا بهذا العيد، وندعو ربي كذلك لحجاجنا الميامين إن شاء الله يتقبل منا ومنهم إن شاء الله، وربي يشفي المرضى إن شاء الله، ربي يرحم الموتى اللي ماتوا في الحج، وربي يتقبل منا ومنهم إن شاء الله، والعاقبة لنا ولكم إن شاء الله ولجميع المسلمين في زيارة البقاع المقدسة، آمين. بارك الله فيكم، السلام عليكم. إن شاء الله. زميلتي زهور أيضا يحضر معنا بعض يعني الوافدون على الجزائر، بعض اللاجئون هنا في الجزائر، وسوف نحاول التقرب إليهم يعني ومعرفة أجواء العيد هنا في الجزائر بعيدا عن بلدانهم المجاورة. بونجور مسيو، صح عيدك. صح عيدكم. كومون فو تابل؟ Je m'appelle Abdou Ganesh Shakib. Oui. Comment vous trouvez l'Aïd ici en Algérie? Franchement, nous trouvons l'Aïd en Algérie ici très très merveilleux. Et ça nous fait tellement plaisir d'être avec vous, faire la fête en joie et heureux. Nous nous souhaitons bonne et heureuse année, monsieur le président de la République de l'Algérie, qu'il soit en bonne santé, pour qu'il soit toujours en bonne santé et nous aider contre du pain pour notre pays.
صح عيدك بور لا دوزيام فوا اي بينفوني دون فوتر بي. زهور كما تبعتي يعني حتى اللاجئين الافارقه يعني احسوا بفرحه العيد هنا بالجزائر وعبروا عن سعادتهم بتواجدهم هنا بالجزائر خاصه الاستقرار والامن الذي وفرته لهم السلطات الجزائريه هنا بالجزائر. نعم شكرا لك احمد. وهل من ممكن بعد قليل ترصد لنا اجواء العيد خارج المسجد؟ بعد قليل ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك احمد.